لا. طيب كابتن مجدي طلبه بيعتبر نفسه احد ابناء الاهلي ولا احد ابناء الزمالك؟ يعني دايما دلوقتي يقول لك ده مجدي طلبه بتاع الاهلي او مجدي طلبه بتاع الزمالك. دي عامله مشكله كبيره جدا حتى في شغلي. في الشغل. طبعا عامله مشكله كبيره جدا جدا في شغلي في الشارع في إيه انت يعني في ماتش ماتش بورسعيد اللي جبت فيه جول جنب كورنر. ده كان مع الاهلي ولا مع الزمالك؟ مع الاهلي. مع الاهلي. فالجمهور احنا عارفين جمهور بورسعيد لطيف. ابن نكته يعني. ف يندهوا لشوبير شوبير 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 فيبص شوبير يشتموا شوبير. فخلاص خدت بالي. فعمالين يندهوا لي يندهوا لي فانا ما ببصش. فقعدوا يزودوا يعني الوقت طال خالص فكسفت فببص قالوا لي يا لاجئ يا ابن ال فكون ان انت تنتقل من مكان لمكان خلاص انا بالنسبه لي بقى طبيعي. يعني انا انتقلت من الزمالك خرجت في اوروبا رحت باوك. باوك بالنسبه لي هناك هو المذر هوم يعني زي لو صح التعبير هو البيت الاصلي بتاعي. في اوروبا. ليه؟ لانه اول نادي رحته اكتر ما كان قعدت 5 سنين والعلاقه بيني كابتن فرقه وعلاقتي كبيره جدا مع الجمهور والنادي والمسؤولين على مدار على مدار على مدار العصور كل فتره من وقت للتاني بس بقى لي فتره طويله دلوقتي ما رحتش. بعد كده خرجت من باوك بكل العلاقه اللي موجوده. هو خرجت ورحت ليفسكي صوفيا بعد خرجت من ليفسكي صوفيا رحت انورثوسي برضو خدت دوري هناك قبرص خدت الدوري هناك. فالموضوع بقى بالنسبه لي عادي يعني عادي بشكل احترافي يعني خالص ما فيهاش اي مشكله. هستريح هقعد مش هستريح مش هقعد. فالموضوع ده بقى بالنسبه لي. انما انا كنت طبعا انت عارف عندك لما ترجع البيت اللي خرجت منه بتبقى كده يعني عندك ساتسفاكشن عندك رضا. عشان ومفيش حد يلومك. انما لما تلاقي الامور مش هتصير في المسار المظبوط فانت اوريدي خلاص عندك قناعات مختلفه فبتاخد قرار بناء عليها. فما بيفرقش معاك بقى ان ده هيزعل ده هيقول ده هيقول انت هتستريح فين مش هتقعد تفكر كتير جدا. لا بس وفي نفس الوقت يعني عندك فاكسين يعني واخد فاكسين ضد القصه دي عارف الموضوع. عارف انه هيحصل ايه وايه 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 يعني